أعظم ما يتركه الميت هو الوصية، وآخر ما يرجوه هو تنفيذها. قالت العرب: أعظم ما يقوله الميت هي الوصية، وآخر ما يرجوه هو تنفيذها. فكيف إذا كان من أوصى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في سكرات الموت حينما قال: استوصوا بالنساء خيرا، الله، الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم. أنا كيف لو التقى محمد صلى الله عليه وسلم بامرأة من هذا الزمان وقال لها صلى الله عليه وسلم: أخبريني بشكواك، ماذا ستقول؟ لم يستوصوا بنا خيرا يا رسول الله، ضربونا وأمرت أن لا يضربوا، أهانونا وأمرت أن لا نهين، بخلوا علينا وأخبرتنا أن من يكرمنا هو الكريم ومن يقدر علينا هو اللئيم. يا رسول الله، انتقصوا منا ووصفونا بأوصاف لم توصف للكلاب والألصقوها بك يا رسول الله. لو خرجت امرأة الآن وتكلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: فضفضي عن قلبك، لشكت لعنان السماء ما تعانيه النساء من تجبر الرجال. لم تخلق المرأة جارية، ولم تخلق المرأة منتقصة ولا ناقصة. المرأة هي التي أتت بي للدنيا، وهي التي علمتني وربتني. أول كلمة خرجت مني: ماما قبل بابا. أول من فرح بنطقي هي أمي قبل أبي. أول من شعر بألمي خروجي للدنيا هي أمي لا أبي. أبي وضعني شهوة في رحم أمي، وأمي أخرجتني من رحمها قسوة. أبي حملني في ظهره خفيفا، وأمي حملتني في أحشائها ثقيلا. ثم بعد ذلك ننتقص منهن لأن نملك قوة أقوى، لأن بيدنا القوة، لأن بيدنا الطلاق. ننتقص ونهين، نحرمهن من الميراث، ونعلو عليهن بالكلام، وربما تعلو الأيدي. ثم نقول عن المرأة ما نقول: والله سمى بسورتين بالنساء ومريم، وفضلهن على كثير من النساء وعلى العالمين. وننتقص منهن ونجعلهن لا تزن إحداهن قطمير. أي مهزلة وصلنا لها. ونحرمهن من الميراث بحجة أنهن إناث وأبنائهما الرجال الذكور، ولو كانوا رجالا ما حرموا حق الأخت ولا منعوها شيء من حقوقها. لكن المرجلة ليست في هذا. المرجلة أن أعطي المرجلة المسؤولية. المرجلة لو أنا تسألني من هو الرجل، أقول هو الذي يقدر على حمل المسؤولية. لم تكن الرجولة قط، لا بشارب ولا بضرب ولا بعضلة. المسؤولية أن أقدر على الرجولة أن أقدر على حمل المسؤولية.